صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه امر ملكي رقم 22 لسنه 2024 باعاده تشكيل مجلس املاء معهد البحرين للتنميه السياسيه جاء فيه يشكل مجلس املاء معهد البحرين للتنميه السياسيه برئاسه الدكتور علي بن محمد الرميحي وعضويه كل من الدكتوره مي بنت سليمان العتيبه نائبا للرئيس الدكتور خليفه بن علي الفاضل الدكتوره ابتسام محمد صالح الدلال الدكتور بسام اسماعيل البن محمد حسن ابراهيم حسن الدكتور علي ماجد النعيمي محمد ابراهيم السيسي البعينين غازي فيصل الرحمه بهجه محمد الديلمي وتكون مده عضويتهم اربع سنوات